تعالوا نشوف. دايما نتكلم عن مزلقان الموت، مزلقان الموت، لكن دايما بنتكلم عنها لما يحصل حادثة يموت فيها بعض الأبرياء، وحوادث مزلقانات الموت كثيرة ومتعددة، وكل ما تحصل ضجة فنقول ده هيصلحوا المزلقانات. مش ممكن أبدا يكون الدولة عاجزة حتى الآن عن إنها تصلح المزلقانات. ما نشوف كم مزلقان في مصر ونحاول انه نعمل منظومة تتعلق بهذه المزلقانات. تعالوا شوفوا النموذج اللي هتشوفوه. سوق التلات في فقوس على قضبان السكة الحديد امام مزلقان فقوس. لما القطر بيجي بيشيلوا البضاعة من على القضبان وياخدوا يمين شوية او ياخدوا شمال شوية عشان القطر يعدي. تخيلوا، هتشوفوا المشاهد دي. اللي سايق القطر نفسه عملنا معاه لقاء وقال انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا حتى ببقى عايز انزل اقول للناس خدوا يمين خدوا شمال علشان امشي. يحدث ذلك في مصر ولا يحدث ذلك الا في مصر، مزلقانات الموت. تعالوا نشوف سوق التلات في فقوس، الناس بتبيع البضاعة على قضبان السكة الحديد والقطر ماشي. حوادث الإهمال من الناس من البشر، كتلة المتواجدة والزبالة المحجودة على السكة والحاجات دي، والسكة التعبانة البايظة الأحواش التعبانة دي، وادي البياعين زي ما أنت شايف حضرتك كده كل يوم على كده الموال ده، كل يوم سوق ثلاث نفس الموال. مش عارفين إحنا نعمل إيه. الحكومة سايباهم والمجلس المدينة سايبهم، سايب العالم دي. بنطلب من الحكومة تتدخل وتشوف المهزلة دي. إهمال ونضرب سرير وإحنا ماشيين حدفونا بالطوب، وممكن مثلا واحد نفضل نضرب عليه سريرنا ما ياخدش باله ويتعور. الناس تطلع لنا بالسنه، يعني ممكن اطلع من البيت ما ارجعش تاني. مثلا ماشيين عم نضرب سرينا وتلاقي واحد ماسك التليفون، تلاقي البياع مش عايز يتحرك من على السكه، يعني ناقص انزل اشيله من على السكه كده وابعده بعيد عن الجرار. فما ينفعش المهزله دي اساسا. ومن حوالي 10 ايام حصل حادثه الزبال، وساعات لما حصل الكارثه والمصيبه مجلس المدينه جه وشال الزباله. بعد كده سلمونا لودر ونبقى ننزل احنا نشيل الزباله وننظف سكتنا بعد كده. القطر كان بيعدي من ورا ظهرنا، كان داخل علينا بسرعه جامده قوي. كنا قاعدين انا وهي مش في 5 دقايق كنا بنتكلم مع بعض، فجاه مش لقيتها قدام مني، لقيتها القطر راح كده. هنا بقسم الناس اللي موجوده في من السكه الحديد دي بتاجر المناطق دي والاماكن دي، فطبعا احنا عايزين بديل للناس دي. البديل الثاني الناحيه الثانيه موجود والحته فاضيه موجوده، واخد بالك الناس دي كلها ممكن تتنقل هنا كلها وتتحط في المكان ده. فاحنا دلوقتي بندور بنقول ان احنا عايزين نحافظ على بلدنا. رئيس مجلس مدينه ينزل وينزل الرجاله بتاعته بتاعت الاشغالات اللي ما بتعملش مش بتلاقي اي شغل ولا مشغله دلوقتي، وتاخد الناس دي تنقلها في المكان الفاضي اللي قدام سيادتك ده. حصل ان كان في كميه زباله موجوده على الرصيف بتاع السبع بتاع المزلقان اللي فات، اللي هو قبل المزلقان اللي حصل عليه الواقعه، حور طريق القطر. كان 5 درجات، 5 عربيات ماشيين بالجرار وعربيه ثانيه انحرفت واللي حولها الزباله. طبعا تواطؤ رئيس المدينه في الزباله وتواطؤ البيئه والنظافه ده عامل اساسي في انقلاب القطر، لان الزباله بعدها بعد ما حصلت الواقعه دوت فجرا جت 8 عربيات تروح للصلاحيه الجديده، عربات كبيره ومصورينها وهم رايحين الصلاحيه الجديده شالت الزباله. لو كانت شالت الزباله من الاول ما كانش حصل موضوع القطر. المنظومه هنا عامه كلها منظومه فذه، اللي ماسكين هنا رؤساء الحركات او الحركات عامه كلها، حضرتك هنا بتحط هنا حوالي عن الزباله والكمامه، واخد بال حضرتك؟ وبسبب الحادثه اللي حصلت دي اساسا الحادثه الرئيسيه اقوام الكمامه اللي كانت متراكمه على القضبان، واخد بال حضرتك؟ لما هم حسوا ان في تصوير وحاجات من دي شالوا حاجات دي، ويمكن السبب الرئيسي اصلا اقوام الكمامه المتراكمه على القضبان. ظروفي وحش قوي وبربي في 6، ورغم عن كده بطلع اتسبب هنا في سوق السمك ببيع اكياس، وطالبه من ربنا عدل ربنا علينا بس، وينصر السيسي واللي معاه واللي وراه واللي قدام. واللي بتربي في 6 دي يا ابني تاكل منين؟ انا قاعده في بيت، لو حضرتك جيت سجلت معايا وشفت وصورته هتلاقي البيت لو ما اخذ الفراخ مش هترضى تقعد فيه. المسلان ده مقفول هو سبب الكارثه،
المزلقان صورة البلد يتقفل كده قفله مش لها صنف اللازمه، وده مقفول بامر نائب سابق وكان بيمشي من وراه رئيس مجلس مدينه زي الحرس، وكناس هنا كل ده كله باللي قاعد فارش ده على الارض بيدفعوا اتاوى للناس عشان تبيعوا تشتري، مفيش حد هنا فارش بيرد الله، كله فارش غصب عنه بيدفع اتاوى عشان الناس تخليه يبقى قاعد. هنا في البلد في فوضى وفي بلطجه مش ليها صنف اللازمه. انا بفرش هنا عشان خاطر انا رب اسره بقى، خد بال حضرتك عندي ثلاث عيال ومتجوز واخد بالك، وقاعد بالايجار ولا شغل ولا مشغله، واخد بال حضرتك هي دي سبوبتي انا باكل منها عيش. بيجي القطر يبهدلنا واخد بال حضرتك، والسوين بيخشوا بسرعه جامده وبنلحق نلم نفسنا بالعافيه ونقول لهم امشوا بالراحه، بقول لهم امشوا اقعدوا في بيتنا مش عارف، ومحدش عايز يشغلنا ولا حد شايف لنا اي مصلحه خالص. ورحنا للمسؤولين كذا مره عشان يعملوا لنا سوق نقف فيه بعيد عن القطر والعفار والبهدله، ولا حد سائل عننا خالص، كل واحد بيسال عن نفسه، يعني واحد حبيبه واسطه بتاع يعمل له كشك يعمل له محل، غير كده مفيش. القطر يوم حادثه القطر هنا كنا نتخبط وحاجزين مكان هنا، وكل يوم نروح مسؤولين عايزين فلوس وعايزين رشاوي وعايزين ياكلوا عند ابو احمد هنا، وناس عماله تفتري علينا، جينا نطلب كشك قالوا مش في كشك ولا اي حد، نيجي نروح للمحافظ الباب المحافظ مقفول ومش عارفين ناخد حقنا. دلوقتي احنا فرشين قدام دكاكين ناس مش عارفين تسترزق عشان احنا قاعدين، وجوز القطر كان هيخبطه وهيخبطني، وقاعده في ايجار ب 800 جنيه وعندي ديون وعندي مصاريف وعندي ثلاث اطفال، فمش عارفه اخد حقي اعمل ايه، وبس بطلب صوت بس اوصل صوتي لاي مسؤول يسمعنا ويسال علينا واي حاجه. انا نفسي مكان اقعد فيه، اعمل رخصتي اشتغل فيه اتوظف اعمل اي حاجه، نفسي في حاجه، نفسي اللي جاي يعمل لنا حاجه، احنا بني ادمين وبشر وهم بشر برضو، بس احنا نفسنا الناس الغلابه اللي حالاتنا المحطوطين تحت الارض، احنا بالنسبه لنا احنا محطوطين تحت الارض مش لاقيين، مش لاقيين يعني واحد من الناس مش لاقي. المضحكات المبكيات، ضحك كالبكاء زي ما قال المتنبي، كمزة بمصر من المضحكات المبكيات. لما تلاقوا شوفوا المشهد ده، لا يمكن أن تشاهد هذا المشهد إلا في مصر، إنه يبقى في ناس قاعدة تبيع على قضبان السكة الحديد والقطر ماشي، وسوق شهير يعني. وبعد كده لما يحصل حوادث، وهي بتحصل في مزلقانات الموت، حوادث تؤدي إلى قتل البشر بشكل جماعي، أهو شايفين القطر ماشي إزاي؟ السواق بيقول أنا بنزل عشان أقول للناس خدوا يمين وخدوا شمال. يعني هل لما أشوف مشهد زي ده أقول إنه في حكومة وفي دولة، حتى لو أنا هحمل الناس جزءا من المسؤولية، بس انا لو عملت لهم نظام وعملت قواعد، لانه انا بموته يعني، انا بعمل له النظام عشان انقذ حياته يعني، فما ينفعش اقول اصل الناس مصممه انها تبيع على قضبان السكه الحديد، انا مش هسيب الناس تنتحر، هو عشان اكل العيش فعايز ياخد مكان يبيع فيه، ما عندوش مكان يعني، وهو عارف ان كل ما ياخد مكان شويه بعيد عن حد تاني بيبيع الناس هتجيله، فالسوق زي ما انتم شايفين على قضبان السكة الحديد، مزلقانات الموت. بس المشهد ده الحقيقة مشهد مراسلنا محمد وهبة انفرد بيه، لأنه الحقيقة من المشاهد اللي ممكن تعمل عنها فيلم سينمائي، واللي بتختزل كل اللي احنا بنقوله عن مزلقانات الموت. اهو ناس عايشة كده، وده القطار متجه، يعني أنا بأجبر القطر أنه لازم يمشي بطيء، وحتى لو هو ماشي بطيء يمكن أن يدهس بعض المواطنين. في المنيا أيضا مزلقان للموت في المنيا، وأيضا هتلاقوا فيه باعة جائلين وأسواق على قضبان السكة الحديد، وكل ده بروفا لكارثة قادمة، نستيقظ وهنلاقي مصيبة إنه في ناس ماتت بسبب مزلقانات الموت، الحوادث التي لا تتوقف.